نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. في هذه الفقرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو يسأل الله، وأمرنا أن نتعلم منهم، ونحن أيضا نسأل الله. يعني عندما نتلفظ بهذه الألفاظ نتلفظ بها من كل وجودنا، من أعماقنا، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به. التمتع الاستفادة. إلهي اجعلني أستفيد بهدى صالح. صالح إما وصف توضيحي، وصف تفسيري، أو باعتبار أن الهداية لها مراتب. المرتبة الصالحة لي، المرتبة التي أنا أستحقها من الهداية، لأنه لا شك أن الناس، أن البشر، أن المؤمنين حتى، أن الأخيار، أن الأوتاد، الأبرار، هؤلاء لهم مراتب من الهداية، وكل مرتبة من الهداية تلك المرتبة هي الصالحة لهذا الشخص اللي ما يقدر يصعد أعلى منها. الله سبحانه وتعالى تكوينا ما أعطاه المرتبة العليا من تلك المرتبة اللي منحها، ولا يصح له أن يقتصر على المرتبة الدنيا الأقل. فهدى، كلمة هدى في اللغة العربية تذكر وتؤنث، يعني هدى صالح وهدى صالحة، وعلى القسمين في فصيح الكلام جاي. هنا لعله باعتبار النسج والنسق اللي ترتيب يقتضيه، وهو نوع من البلاغة، هدى اعتبر مذكرا. هدى صالح، هذا فد وصف.
هسه إما توضيحي أو لا احترازي على الاصطلاح العلمي. الوصف الثاني والوصف الأهم لا أستبدل به، يعني إلهي اجعل هذه الهداية التي أنت أفدتنيها، أنت أعطيتنيها منك صدرت وإلي وصلت، هاي الهداية خليها مستمرة وياي، دائمة وياي، مو مستودعة، مو كالوديعة اللي فد مدة عند الإنسان وبعدين تسترد. لا أستبدل به، أنا ما أبدل هذا الهدى بشيء آخر، لأنك هو كما أن كل عمر الإنسان، كل حياة الإنسان، كل آن من آناته وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا كله، كل ذرة، كل دقيقة، كل ثانية ملاك للصلاح أو الفساد والعياذ بالله، أما مع ذلك العاقبة من مهمات الأمور، يعني المهم الأكيد أن الإنسان الخير يستمر على الخير، الإنسان الصالح يستمر على الصلاح، لا يستبدل بالصلاح الفساد، لا يستبدل بالهدى الضلال، هذا هو الشيء المهم. وكل هم الشيطان هنا في هذه النقطة، كل هم الشيطان في هذه النقطة أن يحاول يستبدل الإنسان بالهداية الضلال، يستبدل بالخير الشر، يستبدل بالصلاح الفساد، كل هم الشيطان هذا. وما أكثر في التاريخ من ملايين الأمثلة لذلك، الإنسان في تاريخه المعاصر، نحن إذا نلاحظ ما حولنا، هذا تاريخنا القصير، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، مهما يكون قصير في هذا التاريخ القصير، الإنسان يتأمل، هناك كثيرون، وعلى حد تعبير القرآن الكريم كثير، أن كلمة كثير أوسع من كلمة أكثر، لأن أكثر مقابلة أكو كثير، بس هذا أكثر من ذاك، أما الكثير مقابله قليل، وقليل من عبادي الشكور، قليل مقابله الكثير، الكثير مو شكور، وقليل ما هم، الكثير مو هكذا، مو صالحين. إلهي خليني وفقني، متعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها. الهداية، الهدى، من معاني الهدى في اللغة الطريق، وطريقة حق، الحق هو الصالح والصالح هو الحق، مفهومان أما لمصداق واحد، معنيان أما في الخارج، الوجود الخارجي لهذين المعنيين واحد، الحق
هو الصالح، والصالح هو الحق. هسه هذه طريقة إما على الإصطلاح العلمي عطف تفسيري، يعني طريقة حق نفس هدى صالح، ممكن بتعبير آخر، وممكن أن يكون شيء آخر. أنا ما عثرت في هذه العجالة، ما وجدت لا من التعبيرات اللي في الدعاء أكو، لا من التعبيرات اللي في الدعاء أكو، لا بدر إلى ذهني من مورد آخر، وأن هذا عطف تفسيري ولا. أما يمكن أن يكون عطف تفسيري، ولكن يمكن أيضا ولعله أقرب أن المراد بالهدى الدين والعقيدة، والمراد بالطريقة العادات والرسوم. لأنه قد يكون فد واحد مسلم ولا يبقى على إسلامه، يرتد والعياذ بالله، مؤمن لا يبقى على إيمانه، يستبدل بالإيمان غيره، يرتد عن الإيمان، وما أكثرهم في التاريخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي يقرأ تاريخ النبي يجد بالعشرات بالعشرات والعشرات أن هناك ناس أسلموا في نفس أيام النبي، بطلوا من الإسلام، رجعوا عن الإسلام، استبدلوا بالإسلام الشرك. هذا هدى الصالح كان عنده استبدل به، أو ناس كانوا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة آخرة من سنوات حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في السنة الأخيرة أو في السنتين ارتد عن الإيمان. بعضهم شهروا سيوفهم على أمير المؤمنين. الخوارج منه كانوا؟ الخوارج كانوا أصحاب أمير المؤمنين، كانوا مسلمين ومؤمنين، بس اللي ما كانوا منافقين، لا العديد منهم كانوا مسلمين ومؤمنين، ولكن ارتدوا على الإيمان. فهذا في العقيدة الطريقة، طريقة حق وطريقة حق لا أزيغ عنها. أزيغ يعني أميل، الطريقة يعني لعل المراد بها العادات والرسوم. قد يكون الشخص مسلم، قد يكون الشخص مؤمن، أما عنده عادات ورسوم غير صحيحة، غير حق. هؤلاء الذين يصلون يصومون، أما عندهم عادات محرمة، عندهم رسوم محرمة، هاي مو طريقة حق. مثلا يريد يزوج بنته بدون أن يستشير البنت، على ما هو المشهور بين الفقهاء، بدون ما يستشير البنت ينطي كلام، قد يكون ينطي كلام وبعدين يجي يتكلم ويا البنت ويخليها ترضى، ما يخالف. قالوا فد واحد خطبوا بنته، رد هذا رد هذا رد هذا رد هذا، واحد قبل، واحد من المتدينين قال له وذاك هم رجل يصلي يصوم، قال له أبي البنت، قال انطيت كلام؟ قال إيه. قال خلاص؟ قال إيه. قال ماكو بي بعد إشكال شي؟ قال لا. قال خوم تسأل البنت؟ قال شو عليها؟ هذا يمي مو يمها، هذا مسلم في العقيدة، مؤمن في العقيدة. أما هاي الطريقة طريقة باطل، مو طريقة حق.
عادته هكذا. وفي المرتبة النازلة عن ذلك العادات والرسوم اللي مبغوضة للشارع، ولكن الشارع إرفاقا بعباده رد يضيق دائرة المحرمات، ما يوسعها، ما جعلها حرام، من المكروهات، الأخلاق السيئة اللي مو في درجة الحرمة للناس. مو من الواجب أن الإنسان يسلم على من يلقاه، مستحب هذا، مستحب معك، ولكن فد واحد عادة ما يسلم على أحد، سلموا عليه يرد السلام، أما هو ما يبتدأ أحد بالسلام. هاي طريقته، هاي طريقة حق مسلم مؤمن، دين عنده، متدين بالدين. أما هاي العادة عادة، هاي باطلة، هاي طريقة باطلة، مو طريقة حق. لعل طريقة حق العادات والرسوم، يعني إلهي وفقني، خليني أنا أستفيد في حياتي من دين وإيمان صالح ومن عادات ورسوم حق. وهاي هم تستمر وياي، هذا المهم، لا أزيغ عنها، لا أميل عنها. أنا شايف، وإنتوا يجوز شايفين، إذا تتأملون يجي ببالكم الإنسان حتى فيما حوله يشوف ناس فد مدة على طريقة حق، عادات حق عنده، رسوم حق عنده، ولكن نتيجة مشكلات، نتيجة مصاعب، نتيجة ابتلاءات، نتيجة فقر، نتيجة مشكلات سياسية، مشكلات اجتماعية، مشكلات عائلية، مشكلات نفسية، طريقته تتبدل من طريقة حق إلى طريقة باطل، أسلوبه يتغير. يقولون فلان ما كان هالشكل، عجب ليش؟ ما الذي يضمن لنا نحن أن منصر هالشكل؟ كل ضمان ماكو، كل ضمان ماكو إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وإلا بالأمرين اللذين أكد عليهما القرآن الكريم في آيات عديدة، وأكد عليهما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في العشرات والعشرات من الأحاديث الشريفة: الدعاء والسعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. هذا بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى خشوع، بحاجة إلى تضرع، والأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حقيقة مليئة مليئة بكل ما يشعر به الإنسان ويصبو إليه ويتمناه. بس يقرأ هذه الأدعية بتأمل، بتروي، بتضرع، حتى يعرف ايش دا يقول، يعرف ايش دا يحكي، يعرف ايش دا يطلب من الله. يتأمل شنو أبعاد هذه الأدعية، شنو أبعاد هذه الجمل اللي دا يذكرها لله سبحانه وتعالى. لعله طريقة حق، يعني العادات والرسوم، متعني بهدى صالح لا أستبدل به. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا أستبدل. في الفقرات السابقة الإمام عليه السلام على طول ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم، في الفقرة السابقة: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها، أنت ترفعني
في الناس، وأنت تتولى أن تحط في نفسي نفسي، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هنا الإمام ينسبه إلى نفسه، لا أستبدل به، ما يقول ومتعني بهدى صالح لا تستبدل به. في أدعية شهر رمضان المبارك، في الأدعية المعروفة في ليالي شهر رمضان، وفي أدعية أخرى أيضا، هذه الجملة أكو أيضا، أن تنتصر بي لدينك، وراها حافظيها لابد، ولا تستبدل بي غيري. نسبة إلى الله، نسبة الاستبدال، هنا نسبة الاستبدال إلى النفس. هذا مسألة السبب والمسبب اللي العلماء يقولون، الإنسان هو يهيئ السبب باختياره بما منحه الله سبحانه وتعالى من اختيار، الله يغيره، لا أستبدل به، الله اللي يبدل، بس الإنسان هو الذي يتولى سبب تبديل الله. ولذا في القرآن الكريم الضلالة منسوبة في موارد عديدة من القرآن الكريم منسوبة إلى الله، وفي موارد عديدة منسوبة إلى الإنسان. تضل من تشاء وتهدي من تشاء، الله يضل، بس من اللي يهيئ السبب؟ اختيار الإنسان. الله جعل الإنسان مختارا ليختار، وهديناه النجدين، هذا طريق زين وهذا طريق مو زين، هذا الطريق الصحيح هذا الطريق المؤدي إلى الفساد، هذا الحق هذا الباطل، وخلاه مختار. عد هو يختار، الله، هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى، الله منحه الاختيار، هو اختار الصلاح، الصلاح من الله باعتبار أن الله هو الذي منحه الاختيار. هو يختار الضلالة، يختار الفساد، الفساد من الله، الضلال من الله، نسب إلى الله بهذا اللحاظ. الأب يعطي فلوس، يعطي المال لابنه ويعلمه طريق صرف المال في الحق وطريق صرف المال في الباطل، ويأكد عليه لا تصرف في الباطل، اصرف في الحق، هذا يروح يصرف في الباطل، ينسب إلى هذا الولد وينسب إلى الأب باعتبار أنه منحه القدرة، هو أنطى فلوس. ولكن الله سبحانه وتعالى منح الاختيار، وبعث الرسل، وجعل الأئمة، وأرسل الكتب، وشجع على الخير، وأكثر من ذلك في كتب السماء وفي ألسنة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، مع ذلك هذا اختار غير هذا الطريق. ولذا هذا اختلاف التعبير باعتبار السبب والمسبب هم في القرآن مكررا أكو، هم في الأدعية كثير أكو هذا الشيء، لا أستبدل به، الإنسان هو الذي يستبدل، هو الذي يستبدل بالهدى الصالح الضلالة والفساد، هو الذي يستبدل بالطريقة التي هي حق الطريقة التي هي باطل، ونية رشد لا أشك فيها. الدين والطريقة إطارهما النية،
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. اللي قبل سوى مكة معقل المشركين، الناس كلها كانت تخاف من مكة. المشركون سقطوا، والمشركون في مكة سقطوا، المشركون في مكة سقطوا، معقلهم سقط، صار سهل. بعد واحد اللي يؤمن واحد اللي يسلم خوف ماكو، والكفل راجحة الدنيوية لرسول الله صلى الله عليه وآله ظهرت لعامة الناس. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفوج شقد؟ أحيانا 100 كانوا، 300، 1000، 2000، هذا فد فوج وفوج وفوج. ولكن قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الروايات، لاحظوا الجزء 20 من البحار، أنا ببالي هناك رأيت في موسم من مواسم الحج والمشركون من الأطراف جاءوا إلى مكة للحج، لأن قبل الإسلام هم كان حج، بس الإسلام مغير بعض الأشياء، لأن الحج من إبراهيم الخليل كان. رسول الله في ذلك الموسم بشخصه الكريم يروح على العشائر والقبائل اللي جايين إلى مكة وافدين إلى الحج، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، قسم يرفضوه، قسم يطردوه، قسم ما يخلوه يحكي أصلا، قسم يهينون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجماعة، هسه العبارة مو ببالي في الرواية، راحت جماعة، هتيج تعبير أكو، هذول قبلوا رسول الله وقبلوا كلامه وآمنوا، وراه مكتوب 6 نفر، بس 6. واحد من يقرأ جماعة يتصور هواية، سنة كاملة موسم الحج، يعني الموسم المهم لعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لإرشاد الناس لهدايتهم لدعوتهم إلى الإسلام. حصيلة هذا الموسم شخص رسول الله صلى الله عليه وآله 6 نفر بس. فالنية لها دور جدا مهم في أصل الدين وفيما يتفرع عليه. ليش اجى اسلم؟ 6 نفر ذاك اليوم اسلموا بنية رشد، اما بعد الفتح مو كلهم بهذه النية. طريقة حق ايضا عندك، اما احيانا تكون الاجواء على طريقة حق، الناس مقبلة إلى بناء المساجد، أنا هم أنطي. إذا عندي مثلا جنابك مع احترامي لك هم تعمل، قد يكون أكو يوم ما يبني أحد مسجد، النية تختلف هنا. الناس مقبلة إلى الإيمان، حشر مع الناس عيد، هذا اللي هم ذرة من
نية الصالح، نية رشد على حد تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام ما عنده، هم يجي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة عنده يقول: همج رعاع أتباعه كل ناعق، اللي يوقف بالشارع يصيح جماعة يلتمون حوله. هسه هذا اللي يصيح رسول الله صلى الله عليه وآله يكون أم الشيطان يكون؟ نية رشد لا أشك فيها. مسألة الشك في النية فمسألة جدا مهمة. أصابع الشيطان، أعمال الشيطان في كل كلمة كلمة تركيز أكو عليها. حقيقة لولا هذه الآية الكريمة في القرآن الإنسان ربما ما كان يتصور شنو أبعاد حملة الشيطان علي وعليك. الشيطان يحلف بالله لله، إلا الله يحلف بالله. وبعد مكرر أكو على أمارات القسم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بعدين ثم لا تجد، يخاطب الله، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. إلهي ما أخلي أكبلهم، ما أخلي أكثرهم يوصلون إليك، هذا طريقك أنا أقعد به، طريقك طريق الله، طريق المستقيم، وديجون بصوبك إليك أنا هناك أقعد أتلقى واحد واحد منها، أجي من قدام من بين أيديهم أصارحهم: شلك بالدين، شلك بالإيمان، وحصلت طويلة ووقت طويل ونفس طويل، مع احترامي لكم أطول مني ومنكم، نحن 50 شغلة عندنا، 50 مشكلة عندنا، الشيطان كل شغلة ما عنده، كل مشكلة ما عنده، متخصص شغلته هاي. ما فادت المصارحة يجي من اليمين، ما فاد يجي من اليسار، ما فاد يجي من خلف، يلبسون الحق بالباطل. هذا من خلف يقول: شوف فلان ايش سوى، شوف فلان ايش سوى، هذا اعظم منك، هذا اهم منك، شوف فلان بيته شلون، شوف فلان عيشته شلون، شوف فلان كذا. عود 100 100 يسقطون، 100 100 100 100، وقليل ما هم شوية اللي يتخلصون. علي مع الحق يحتاج بعد، والحق مع علي، قياس المساواة هالشكل بعد. علي مع الحق، معلوم الحق مع علي، إذا زيد مع عامر، عامر هم مع زيد، وإلا معي ماكو. هذا تأكيد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موارد عديدة
العرف العام أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، آية أخرى بلسان قومه. إحنا لو نريد نمثل نقول واحد، هاي السبابة نرفعها نقول واحد، وإذا نريد نمثل باثنين السبابة والوسطى هالشكل نسوي نقول اثنين. رسول الله هم كعادته هالشكل يسوي، كعادة الناس يجتمع في مجتمع الناس يريد يحكي بلغة الناس، ولكن في هالمورد بالخصوص رسول الله جمع بين سبابتيه هكذا. إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا. السبابة والوسطى لا تفترقان، وممكن السبابتان تفترقان. ها شوفوا افترقت، بس هذا شلون هالمقدار اكثر فرقة ما تكون. النبي صلى الله عليه وآله في حديثه قال كهاتين هالشكل سوى. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث له يفسر هذا الكلام، يقول لأن الوسطى شوية أطول من السبابة. رسول الله راد يقول لا، لا القرآن أطول من أهل البيت ولا أهل البيت أطول من القرآن. ماكو فد منطقة يشغلها القرآن ما موجودين أهل البيت، وماكو منطقة يشغلها أهل البيت القرآن ما يأكد عليه. هالشكل جمع بين سبابتين، ميزان الحق هذول، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. هذا يدور معه معنى آخر، مطلب آخر، يعني حق يدور علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو الحق الأصلي، والحق يدور عنه، مو علي يدور مع الحق. طبيعي الحق من يدور حول علي بن أبي طالب، والنبي ما يقول حوله، يقول يدور معه حيثما دار. هاي نكات بليغة، نكات بلاغية أدبية. على كل، هؤلاء الملاك، أنا شلون أعرف ما استبدلت؟ شلون أعرف ما زغت؟ زيد من الناس لنفرض، أنا أعرف إنسان مؤمن، إنسان خير، إنسان عالم، بس مو أمشي وياه، هذا مو ملاك الحق. القرآن ملاك الحق، أهل البيت ملاك الحق. لا أفكر إذا فد يوم زيد كان خوش إنسان، كل ما سوى هذا هم أنا أقول هذا عمل زين. يومية لازم أشوف يطابق عمله عم القرآن وأهل البيت، هذا صحيح. جاء أحد الأصحاب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حرب الجمل، في وسط الحرب، قال يا أمير المؤمنين، مضمون الكلام، أنا أعتقد بيك، بس شلون نفسر هاي الحرب؟ إحنا ويا من دا نحارب؟ مو أصحاب الجمل هذول مو مشرك، مو مشركين، مو نصارى، مو يهود، مو مجوس، مو عباد أصنام، هذول مسلمون مؤمنون أصحاب النبي،
صائمون مصلون، زوجة رسول الله معهم، أصحاب رسول الله معهم. شلون نفسر هاي الحرب؟ في وسط الحرب، في وسط المعركة، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة خضع كل التاريخ لهذه الكلمة. النصارى من خلال هذه الكلمة يجلون أمير المؤمنين، النصارى اللي ما يعتقدون بك إمام. النواصب من خلال هذه الكلمة يمجدون أمير المؤمنين. كلمة ما أقصرها في الألفاظ، وكل حياة كل إنسان من أولها إلى آخرها رهينة هذه الكلمة. قال اعرف الحق تعرف أهله. ش عليك بزوجة رسول الله وأصحاب رسول الله؟ هذول ملاك الحق، حق هو رسول الله، الحق ما قاله رسول الله، الحق القرآن. شوف القرآن والرسول وما قاله الرسول، هالصب يهصب. اعرف الحق تعرف أهله. الذين كثير كثير من الذين يستبدلون من الذين يزيغون، هذا الملاك مو ثابت في ذهنهم في نفسهم. عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، خمسين سنة يعرف إنسان بالصلاح بالخير، ولكن مو خمسين سنة، ألف سنة، هذا مو دليل على أنه بعد الألف سنة هذا عمل أيضا صحيح. أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو دليل هذا الملاك. ما دام عملي وعملك مع احترامي لك يطابق القرآن، يطابق أهل البيت، لن يفترق، هذا صحيح، هذا الملاك. وإلا الإنسان يعرض للاستبدال من قبل أقوى المتخصصين المسلط علينا. في الدعاء أكو أجريتها منا مجرى الدم، وفي الحديث الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا مجرى الدم اللي ما ملاحظين الأوعية الدموية والشرايين الدقيقة حقيقة ربما ما يقدرون جيدا ودقيقا يعرفون هذا التعبير شنو. أكو عروق أدق وأدق من الشعور الدقيقة، من الشعور الرقيقة، من الشعرات الرقيقات. الشيطان يجري هالشكل، بس الله أقوى من الشيطان، أهل البيت أقوى من الشيطان. فشخص في قصة مفصلة في سابق الأيام، في أيام اللي أنا عاصرتها، أيام اللي كنت في كربلاء، هذا ابتلي بالشيطان ابتلاء شديد، وبالأخير عرف أنه ابتلاء بالشيطان. هذا نجا. اعرف الحق تعرف أهله، توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، راحلهم، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، قل لهم أنتوا أقوى من الشيطان، خلصوني وخلصوا، وصار من الأتقياء من الأخيار. وصلت به الحالة
مسلم مؤمن يصلي صوم وصلت به الحالة من تسويلات الشيطان، كان يتوضأ أجلكم الله ببوله ويصلي، أنا عاصرته الإنسان ملاكه شنو يكون؟ ملاكه زيد، ملاكه عمرو، ملاكه أبو ذر سلام الله على أبي ذر، ملاكه سلمان سلام الله على سلمان، ملاكه زرارة سلام الله على زرارة. هؤلاء الثلاثة أنا شايف في الأحاديث منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، يا أبا ذر أنت منا أهل البيت، زرارة منا أهل البيت. هذول ملاك، هذول مو ملاك. لا، القرآن وأهل البيت هؤلاء ملاك. الإنسان إذا كان هؤلاء ملاكه، هذان أهل البيت والقرآن، هذا لا يستبدل، وإلا معرض للاستبدال. وكثيرون استبدلوا، كثيرون استبدلوا. في البحار ببالي أنا شايف أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه دخل كربلاء في رواية مع 1000، وفي رواية مع 1500. هسه لعله مع 1500 اللي التحقوا يوم دخل الحسين عليه السلام كربلاء في الثاني من محرم إلى اليوم التاسع، لعله لأنه كانوا يكملون الحج ويسرعون ليلحقوا بأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين، كانوا مصلين، كانوا صائمين، كانوا عرضوا أنفسهم لأكبر خطر في حياتهم، الإمام الحسين مع مجموعة ده يقابل يزيد وحكومة يزيد، حكومة يزيد أكبر حكومة على وجه الأرض ذاك اليوم، وين ما ينهزمون حكومة يزيد في شرق البلاد وغرب وغربها، معظم الكرة الأرضية المسكونة تحت قدرة يزيد، ولكن استبدلوا. كم واحد بقوا مع الحسين يعتقدون بإمامة الحسين عليه السلام، يصلون خلف الحسين عليه السلام. الاستبدال أنواع وأقسام، هذا هم فد نوع كمان. على المعروف اللي 72 أو كذا و70 الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام، الذين بقوا مع الحسين، يعني أكثر من 1400 راحوا زاغوا مالوا. شنو ضمان مع احترامي لكم أنا وأنتم لا نزيغ لا نستبدل؟ ماكو ضمان إلا التوسل بالله، إلا الدعاء، إلا السؤال من الله بأهل البيت، إلا استطراق باب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به. نقل عن مرحوم آية الله العظمى الميلاني رضوان الله عليه، وقد أدركته ورأيته مرارا، أرجع تقليد معروف، كان قال فدواح هو ناقل، أنا مباشرة منه ما سامع وإن كان شايفه كثيرا بس مكرر نقل عنه. قال أنا جيت أصلي جماعة، السيد يقول واحد من الأشخاص اللي يجون إلى صلاتي
ويحترموني ويجون لصلاتي. يوم من الأيام صار بين هذا الشخص وبين شخص آخر خلاف على أجلكم الله، مخزن قاذورات، دورهم عندهم دارين ملصق إحداها بالأخرى والمخزن واحد، فصار خلاف بينهم، هذا المخزن التابع لتلك الدار أو تابع لهذه الدار. أجوا عندي تحاكموا عندي، سيد يقول أنا استمعت إلى كلمات هذا المدعي المنكر والشواهد والقرائن حسب الموازين الشرعية، شفت الحق مو مع هذا اللي يحضر صلاتي، مع الطرف الآخر، حكمت لذاك. وهذا سنوات مريد إلي، صديق إلي يجي عندي، من حكمت للآخر قام توجه إلي قال هذا الدين اللي هاي بالوعتي ما يطيه إلي، أنا ما أريده، وراح عني بعد ما شفته لا صلاة ولا غير صلاة. يعني قد يكون مسألة بالوعة، الشيطان يقدر يقنع بالبالوعة، قد يكون شوية أكثر، ترى كل شيء نفس البالوعة، المليار هم نفس البالوعة، الحجم يختلف، الإطار يختلف، ملك يزيد بن معاوية هم نفس البالوعة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعض، هاي الدنيا كلها. إذا نفسر الدنيا هاي الكرة الأرضية بما فيها، وأحيانا وربما التفسير مو فقط الكرة الأرضية، كلما يتمتع به الإنسان في الدنيا من شخصية، من رياسة، من علم، من كبرياء، من مقام، من وظيفة، من فلوس، من أيش اعتبارات، هاي كلها نفس البالوعة، الحجم يختلف، الإطار يختلف، كل فرق ماكو عد الله، 1000 مليار ومع فلس واحد، واحد يأكل حرام لفلس واحد، واحد لا. سمرة ابن جندب معاوية يقول له تعال اكذب على رسول الله في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول سمعت رسول الله يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في ابن ملجم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا في علي بن أبي طالب صلوات الله على أمير المؤمنين، يقول لا أنطيك 1000 و2000 و10000، يقول لا قليل، ده أبيع ديني ما يسوى، إلى أن يوصل بي إلى 400000. إيه 400000؟ إيه 400000 هو يفلس شي واحد، أكل هنا 400000 سمرة ابن جندب. إذا مو قصص التاريخ، قصصنا نحن، هذولاك مضى عنهم، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، بس إحنا تونا بعدنا، ما صرنا لها ما كسبت الآن، ولكم ما كسبتم. على كل هذا بحاجة إلى التضرع صريح الدعاء المأثور، وحقيقة هذا التعبير تعبير على حد كلامي أنا حار كلش، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك، إلهي شي خلصني منك، منك أنا ما أتخلص، لأن هو خلق الشيطان، هو خلق النفس الأمارة بالسوء. طبعا الشيطان أحيانا يجي من الوسوسة، أحيانا من هالصوب، أحيانا من هالصوب،
يقول للواحد لا تصلي، إذا شاف لا إصرار عنده على الصلاة يجي يوسوس يخلي 4 مرات يعيد الصلاة. هذا هم مو صحيح، هذا هم مو صحيح. عود هذا الإنسان، أنا الضعيف، شي خلصني من هاي الورطة، من هاي المشكلة، شنو اللي يضمن لي لا أستبدل لا أزيغ؟ نية رشد لا أشك فيها، الضمان الدعاء مع السعي مع التأمل مع التصميم مع التحمل، مع تحمل المشكلات، مع تحمل الابتلاءات. أبو ذر رضوان الله عليه مات جوعا، وكان يمكنه يخلف من بعده، لا يموت جوع فقط، يخلف من بعده الملايين كما خلف صديقه عثمان بن عفان. لعله في كتاب ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، لعله هناك أنا شايف يقول عثمان لما قتل خلف 8 ملايين دينار ذهب. 20 سنة عثمان وأبو ذر صديقان يصليان خلف رسول الله مع بعض. ذاك هالشكل، هذا هالشكل، ذاك استبدل، وعثمان شاف رسول الله صلى الله عليه وآله تأتيه الملايين، ويا علي أنت قاضي ديني، رئيس حكومة يموت مديون، ليش ليش؟ شاف رسول الله هالشكل. أبو ذر تبع رسول الله ما استبدل. أسأل الله سبحانه وتعالى خاصة في هذه الأشهر الثلاثة الكريمة أن يوفقنا للاستزادة أكثر فأكثر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.